انا مصطفى الياس علي المرغني، مواليد 2000، بلعب ظهير ايسر وقلب دفاع من محافظه المنصوره. بدات لعب كوره وانا عندي 4 سنين، رحت اكاديميه الاهلي في المنصوره عندنا، كان ماسك مدير الاكاديميه كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان كل سنه بيعملوا مهرجانات كده بتاعت الاكاديميات كلها، ورحت منتخب الاكاديميه اللي هو بيطلع على الناشئين. كابتن سيد عبد الحفيظ كان اختارني من محافظه المنصوره، من اكاديميه المنصوره، انا واحمد حاتم اكبر مني بسنتين. جينا هنا في مع منتخب الاكاديميات وقعدت معاهم، والحمد لله اتأيدت في النادي الاهلي سنه 2009. ده كان حلم ليا وكان حلم لاي حد ان هو يبقى في النادي الاهلي، وانا اجتهدت وانا صغير ان انا يعني حابب ان انا ابقى موجود في المكان دوت، والحمد لله ربنا ساعدني، ووالدي ووالدتي تعبوا معايا جدا ان انا ابقى موجود في المكان ده، والحمد لله ان انا موجود في النادي الاهلي. اتعلمت في قطاع الناشئين ان هو اهم حاجه هنا في النادي الاهلي الالتزام والروح. اتعودنا ان احنا نكسب كل ماتش، ما عندناش حاجه اسمها هزيمه، التعادل بالنسبه لنا اعتبر هزيمه. تعودنا على الروح وان احنا كلنا هنا بنحب بعض، والالتزام اهم حاجه هنا في النادي عشان تبقى لعيب كويس. قعدت سنه اجي من المنصوره كل يوم على حسب تمريناتي واسافر، لغايه اما قعدت هنا في القاهره، نقلت عيشتي كلها هنا ونقلت مدرستي ونقلت كل حاجه، وبقيت الكوره هي الكوره هي حياتي يعني. والله وكل المدربين اللي انا مسكيني تعبوا معايا جدا، بس اكتر حد تعب معايا كابتن احمد سراج، ساعدني ان انا ابقى كويس، قعد معانا 4 سنين خدنا فيهم البطوله، وساعدني ان انا ابقى لعيب كويس واشد حيلي، وساعدني جامد جدا في الكوره حتى وفي واجبات مركزي، وعلمني كويس جدا. ودلوقتي كابتن امين عرابي برضو تعب معايا، ووظفني في مكان غير مكان، انا كنت بلعب باك ليفت، وظفني في سيرد باك، وشايفني ان انا كنت في المركز ده انا كويس، وصعدت 99 وصعدت 97 سيرد باك، وبلعب مع 99 اساسي سيرد باك ومع ال 2000. كل اصحابي بمواليد اللي هو مواليد 2000 كلنا لعيبه قريبه من بعض وعلى طول مع بعض وكويسين جدا مع بعض. احسن حاجه فينا ان احنا فرقتنا كلها بتحب بعض. والله والدي ووالدتي تعبوا معايا جدا جدا جدا، بحب اشكرهم وربنا يخليهم ليا، واحب اقول لوالدتي عيد ميلادها كان قريب، كل سنه وهي طيبه وربنا يخليها ليا. لا انا بابايا كان على طول معايا يقول لي لو لعبت كويس النهارده هديك فلوس. فاول حاجه كان اول ماتش كنت لعبت فيه كويس، بعد ما هو اتكلم معايا وكده اداني 200 جنيه، وهو الفتره دي بقى قال لي كل جول هتجيبه ليا 100 جنيه منه. انا بشتغل على نفسي ان انا اطلع درجه اولى، وان شاء الله احترف عن طريق النادي الاهلي. هنا في النادي الاهلي اي واحد بيلعب هنا في النادي الاهلي لازم يكون لعيب كويس، ولو راح اي نادي تاني هيبقى نجم فيه. بس هو اكيد في كذا لعيب كده لعيبه كويسه، هو في زياد طارق طبعا وشادي رضوان ومصطفى شوبير، هم 3 جوان اللي فاكرهم لغايه دلوقتي. اول جول الكابتن ابو تريكه في الصفاقسي، وجول شهاب الدين احمد في الاتحاد الليبي، وجون كابتن عماد متعب في سيو سبورت. في مصر الاعلى سيد معوض، وبره مصر مارسيلو. بتابع برنامج الاشبال على طول مع والدي، وبتفرج عليه، وبرنامج كويس جدا وناجح يعني.